السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع بعض في السلسلة بقى في التدريب الصيدلاني، وهنتناول في السلسلة دي عن أول حاجة الدواء بتركيزه، وإيه هي المادة الفعالة، وإيه دواعي الاستخدام، والجرعة، والبدائل بنفس المادة الفعالة. ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. على بركة الله هنبتدي أول حاجة بيه الكيو ريسيف. الكيو ريسيف ده بينزل منه تركيزين، هما 500 مللي جرام و1 جرام. المادة الفعالة حاجة اسمها سيفا هيدروكسيل، ودواعي الاستعمال حاجه انتي بايوتيك لانها من ضمن عائله الفيرست جينيريشن سيفالوسبورينز. والجرعه بتختلف على حسب الوزن والسن، لكن الادلت لو هنديله مثلا 1 جرام بياخد قرص كل 12 ساعه يوميا، ولو هياخد 500 هنديله قرص كل 8 ساعات يوميا. البدائل بتاعته، البدائل حاجه اسمها سيفا دروكسيل، ده البديل بتاعه. نيجي للتاني دواء معانا وهو الكوراسور، ده بينزل منه تركيز 150، والماده الفعاله اللي فيه حاجه اسمها هيبتامينول. دواعي الاستعمال بتاعتها حاجة هايبو تنسف، حاجة لمرضى الضغط المنخفض، والجرعة بتاعتها بنديها قرص مرة واحدة يوميا، وبتكون على حسب إرشاد الطبيب المعالج. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الكولونا. الكولونا دي المادة الفعالة اللي فيها حاجة اسمها ميبيبيلين وسولبرايت، ودواعي الاستعمال بتاعتها حاجة أنتي سبازمودك، حاجة لعلاج التقلصات اللي بتنتج من القولون العصبي اللي هو بول سندروم يعني. والجرعة بتبقى قرص كل 8 ساعات يوميا قبل الأكل بمدة معينة. والبدائل بتاعتها حاجة اسمها الكولوفاتيل أو كولوسيفير. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الكاتافلام. الكاتافلام ده بينزل منه تركيزين وهما 50 مللي جرام و25 مللي جرام. المادة الفعالة اللي فيه ديكلوفيناك بوتاسيوم. دواعي الاستعمال من دي كمسكن ومضاد التهاب وخافض حرارة، وهو أساسا نون ستيرويد الأنتي فلامدرج أساسا يعني. والجرعة بتبقى من قرص مرة واحدة يوميا لقرص 3 مرات يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الكونفنتين. والكونفنتين ده بينزل منه 3 تركيزات، وهو 100 مللي جرام، 300 مللي جرام، 400 مللي جرام. والماده الفعاله اللي فيه حاجه اسمها جابابنتين. والجابابنتين ده بنستخدمه كمود ستابلايزر، حاجه لتحسين المود المزاجي، وساعات بنستخدمه في علاج الصرع اصلا، وكمان بنستخدمه كمسكن قوي خاصه في الام الحزام الناري والحاجات دي. والجرعه بتاعته بتبقى على حسب ارشاد الطبيب المعالج، على حسب تخصص الطبيب اللي هيوصفه لك، وغالبا بيبقى مخ واعصاب، و لأنها بتختلف طبعا من شخص للتاني على حسب شدة الحالة. يعني مثلا لو الحالة دي مثلا هنديها لو مريض صرع مثلا بنديله 3 مرات يوميا. لو افترضنا مثلا هنديه كمسكن مثلا في آلام الحزام الناري بنديه مرة واحدة يوميا على حسب الحالة زي ما قلت لك، فدي الدكتور هو اللي بيحددها. نيجي للدواء اللي بعديه وهو السيتافين. السيتافين ده بينزل منه تركيزين، وهو السيتافين العادي والسيتافين بلس. السيتافين العادي بيبقى عبارة عن ايبوبروفين وباراسيتامول، انما السيتافين بلس بيبقى نفس الماده اللي هي الايبوبروفين والباراسيتامول، بس بيبقى عليها كافيين زياده اللي هي ماده القهوه. ودواعي الاستعمال بتاعتها بنديه كمسكن وخافض حراره، هو اصلا عليه ماده النانسترويد الانتي انفلاماتوري اللي هي الايبوبروفين، بس هي دي النانسترويد. والجرعه بتاعته بتبقى قرص كل 8 ساعات يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الكوبرسيل. الكوبرسيل ده بينزل منه 4 تركيزات، وهو ال 10 مللي جرام، 5 مللي جرام، ال 10 على 2.5، ال 5 على 1 وربع. المادة الفعالة اللي فيه في العادي بندي اللي هي العشرة وخمسة البريندوبريل، إنما من حيث البلس تبقى بريندوبريل بس عليها إيه؟ الإندابامين. تمام. الاستخدام بتاعتها حاجة أنتي هايبرتنسيف، بنديها لعلاج مرضى الضغط المرتفع، والجرعة بتبقى مرة واحدة يوميا، وبتكون غالبا على حسب إرشاد الطبيب المعالج. تمام. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الكالسيترون. الكالسيترون ده بقى المادة الفعالة اللي فيه حاجة عبارة عن أمينو أسيدز متحدة مع مينرالز وعليها فيتامينز. تمام. ودواعي الاستعمال بتاعته ده حاجه بنديها لنقص عنصر الكالسيوم بالذات، لان الكالسيوم هو اللي بقى طاغي على بقيه المينرالز التانية. والجرعه بتاعته بتبقى قرص بعد الفطار يوميا او على حسب ما يوصف لك الطبيب. نيجي للدواء اللي بعديه وهو الكوناديون. الكوناديون ده بينزل منه تركيز واحد وهو 10 مللي جرام. الماده الفعاله اللي فيه ده فيتامين كي 1. دواعي الاستعمال ده بنديه نقص الفيتامين كي، بمعنى اصح يعني بالنسبه للناس اللي بيكون عندها نزيف، لانه بيشتغل كايه، كحاجه انتي هيموراجيك، حاجه بتوقف النزيف اصلا. والجرعه بتاعته بتبقى من 5 مللي جرام ل 10 مللي جرام، يعني من نص قرص لقرص يوميا، او في حالات النزيف الشديده بنديله قرصين مره واحده يوميا، بيتمضغوا طبعا لان ده قرص مضغ، وده بيحدده الطبيب المعالج، يعني مش اي حد بياخده كده. نيجي للدواء اللي بعديه وهو السبرودايازول. السبرودايازول ده بيبقى تركيزه 500 على 500. الماده الفعاله اللي فيه عباره عن مترونيدازول وسيبروفلوكسيسين، وتعرفهم على طول المادتين دول مشهورين. دواعي الاستعمال بتاعتهم يعني بيبقى السيبروفلوكسيسين ده انتي بيوتيك، انما المترونيدازول ده حاجه انتي بروتوزول، حاجه في المضاد الطفيلي.
نبقى بنستخدمه في حالات النزلات المعوية الشديدة اللي بتسببها بعض البكتيريا، زي مين؟ زي مثلا الشريشة كولاي والحاجات دي. مش كل يعني بكتيريا كتيرة، مش نوع واحد يعني. الجرعة بتاعتها بتبقى قرص كل 12 ساعة يوميا. ونيجي لده اللي بعديه، وهو الكالدين سي. الكالدين سي ده عبارة عن فيتامين سي وفيتامين دي 3 ومغنيسيوم وكالسيوم. ودواعي الاستعمال دي بنديه للمرضى اللي عندهم نقص في الكالسيوم. والجرعة بتبقى من قرص مرة واحدة يوميا لقرصين، وده بيحدده الطبيب المعالج. نيجي للدواء اللي بعديه، وهو الكافيجين. الكافيجين ده عبارة عن جينكو بلوبا اكستراكت، وحاجة ايه، حاجة زي مستخلص من بطارخ السمك المجمد، تمام. الاستخدام ده بنديه كمكمل غذائي، بيستخدم كمنشط عام ومنشط جنسي. والجرعة بتبقى كبسولة 3 مرات يوميا، تمام. دي الجرعة الموصى بها من الأطباء. نيجي للدواء اللي بعديه، وهو الكيمي فلوكس. الكيمي فلوكس ده بينزل منه تركيز واحد، وهو 400 مللي جرام. المادة الفعالة أوفلوكسيسين. ودواء الاستعمال أنتي بايوتيك من ضمن عيلة الكوينولونز، ده للقضاء على أنواع كتيرة من البكتيريا. والجرعة بتاعته بتبقى قرص كل 12 ساعة لمدة 5 أيام، أو ممكن توصل الجرعة قرص كل 12 ساعة لمدة 10 أيام على حسب شدة الحالة. نيجي للدواء اللي بعديه، وهو الثايلوسورت. الثايلوسورت ده بينزل منه تركيز 100 مللي جرام. المادة الفعالة اللي فيه حاجة اسمها ثايلوستازول. ودواعي الاستعمال حاجة أنتي بليتلت، حاجة أساسا حاجة المادة أساسا بتشتغل إنها بتعمل فوسفو، اللي هي إن بتعمل إنهيبيشن للفوسفو للفوسفوداستريز 3، تمام. وكمان حاجة بتوسع الأوعية الدموية عشان تزود تدفق الدم للأعضاء، يعني بتزود إيه، وصول الدم للأعضاء. الجرعة بتاعته بتبقى قرص كل 12 ساعة يوميا قبل الأكل. والبدائل بتاعته حاجة اسمها كاليو دايزول أو الكاليو دايكات، تمام. ونيجي للدواء اللي بعديه، وهو الكالماج. الكالماج ده بيبقى عبارة عن كالسيوم ومغنيسيوم. ودواعي الاستعمال ده بنديه للمرضى اللي عندهم نقص في الكالسيوم، وبيكون قرص بعد الفطار أو بيحدده الدكتور المعالج. نيجي للدواء اللي بعديه، وهو الكولد كنترول. الكولد كنترول ده عبارة عن باراستامول ودايهيدرامين. والدايهيدرامين دي بالذات مادة بنديها كأنتي تيز، حاجة للكحة الناشفة، لأنها بتبقى دايركت، لأن هي دايركت افكت على الكاف سنتر، تمام. ودواعي الاستعمال بتاعتها بنديها لعلاج حالات البرد. والجرعة بتاعته من قرص مرتين يوميا لقرص 3 مرات يوميا. نيجي للدواء اللي بعديه، وهو الكروماكس. الكروماكس ده بيبقى المادة الفعالة اللي فيه كروميوم، ومحطوط عليها مواد طبيعية أخرى. دواعي الاستعمال بتاعتها بنديها لتثبيت أو إنقاص الوزن. والجرعة بتبقى قرص كل 8 ساعات يوميا. والبدائل بتاعته بتبقى عبارة عن كروميوم أو كروميترون، ودي بتبقى عبارة عن كروميوم بس، تمام. نيجي للدواء اللي بعديه، وهو الكوفيرام. الكوفيرام ده بينزل منه 4 تركيزات، الخمسة على خمسة، خمسة على عشرة، عشرة على خمسة، وعشرة على عشرة. والمادة الفعالة اللي فيه عبارة عن أمنودبين والبريندو بريل. ودي من اسمهم تعرف ان هم حاجة انتي هايبرتنسيف لمرضى الضغط المرتفع، زائد ان عليهم كالسيوم شانل بلوكر، دي حاجة برضو بنستخدمها عشان نخفض الضغط. والجرعة بتبقى قرص يوميا، وطبعا طبعا على حسب الاشياء الطبيعي طبعا، لان ده ضغط، تمام. والبدائل بتاعته حاجه اسمها كافا برينتو. ونيجي للدواء اللي بعديه، وهو الثيفا سيرد. الثيفا سيرد ده بينزل منه تركيز واحد، وهو 300 مللي جرام. الماده الفعاله سيفيدينير، ومن اسمها تعرف انها من الثيرد جينيشن سفالوسبورين، بتلخبط السفالوسبورينز اساسا العائله بتاعتها. ودواء الاستعمال بتاعتها بنديك انتي بايوتيك، تمام. والجرعه بتبقى قرص كل 12 ساعه يوميا. البدائل بتاعته حاجه اسمها سيدينير وحاجه اسمها سيفيدين. نيجي للدواء سيدا ماكس. ده سيدا ماكس ده بيبقى اسيتا زولامايد، دي الماده الفعاله بتاعته. ودواء الاستعمال بتاعته حاجه اسمها حاجه ديوريتك، حاجه مضره للبول، وبتستخدم برضه في امراض العين اللي هي الجلوكوما، اللي هي زي ضغط العين يعني. وبنديها كورس كل 12 ساعه يوميا، او على حسب ارشاد الطبيب المعالج اللي هو طبيب الرمد طبيب العين. نيجي لاخر دواء معانا النهارده، وهو السيبازول. السيبازول ده بيكون منه تركيز واحد، وهو 1 جرام. الماده الفعاله اللي فيه حاجه اسمها سكندازول، سكندازول قصدي، سكندازول. ودواء الاستعمال بتاعتها حاجه انتي بروتوزول، حاجه مضاد طفيلي زي مثلا الجارديا والاميوب والحاجات دي. وبنديها قرصين مره واحده يوميا، بس المده دي بيحددها طبيب المعالج مش اي حد، تمام. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا، وكمان ما تنساش تشترك في قناة تليجرام علشان مش يفوتك أي حاجة، وهنزل عليها بإذن الله البي دي إف لحرف السي كاملا. هيكون عليه برضو أدوية زيادة عن اللي إحنا قلناها، ممكن تبقى أقل عادي. وما تنساش تشترك برضو في جروب الصيدلية في جيبك ستيب باي ستيب، عشان لو حبيت تسألنا على أي حاجة واقفة معاك. والفيديو ده مدعوم بصوت صلاة أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.